هاي على أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. عزيزة الجانب والمنال وتعالى
تنال عند الله الأجر العظيم والثواب الكبير مصداقا لقوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها المؤمنون، ببعض هذه المبادئ الإسلامية والأسس الدينية وتذكيرا بما بذله آباؤنا وقدمه أجدادنا من جهاد كبير وتضحيات الجسام في سبيل إعزاز الدين وكرامة الوطن، يستحضر المغاربة قاطبة في هذه الأيام ذكرى من أعز أيامهم المجيدة وأغلى ذكرياتهم الوطنية الخالدة، إنها ذكرى تقديم وثيقة مطالبة بالاستقلال إلى سلطات الحماية الفرنسية آنذاك في 11 يناير من سنة 1944. تلك الوثيقة التاريخية الهامة التي تقدمت بها الحركة الوطنية إلى السلطات الاستعمارية بتوجيهات من جلالة الملك محمد الخامس رضوان الله عليه، فكان ذلك عملا جريئا وبداية لاحتدام الصراع مع الاستعمار واحتداد العراق معه لانتفاع الحرية والكرامة لهذه الأمة واستخلاصها من براثن الاستعمار. فقد وقف الشعب المغربي بأكمله وراء ملكه المفدى وصمد في وجه الاستعمار بمنتهى الثبات والإيمان وبكامل العزم والصبر والثقة بالنفس واليقين بأن الله سبحانه وتعالى سيحق الحق ويبطل الباطل وينصر عباده الصالحين ويعز عباده المؤمنين، مصداقا لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقوله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم، وقوله جل علا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيها المؤمنون، إن فترة الحماية والاستعمار كانت فترة ابتلاء وامتحان ومدة عناء واختبار لهذا الشعب المغربي الأبي في إيمانه ويقينه وصبره وثباته وجهاده وتضحيته والتفافه حول عرشه وملكه من أجل الحفاظ على مقدساته ومقوماته واسترجاع حريته وكرامته واستقلاله وعزته. وكان يوم تقديم المطالبة باستقلال في تلك الحقبة الصعبة يوما مشهودا وعظيما في تاريخ الجهاد والنضال الذي عرفه المغرب في تلك المدة ضد الاستعمار. كان حدثا بارزا في تاريخ أمتنا المغربية وحركتها الوطنية المجاهدة، أبلى فيه المغرب ملكا وشعبا البلاء الحسن، وأظهر التلاحم الوثيق والترابط المتين القائم بين العرش العلوي المجيد وشعبه المغربي الكريم. ذلك التلاحم والالتفاف الذي أدهش الاستعمار وأثار حفيظته وأخلق راحته وأيقظ مضجعه ومنامه وجعله يصب غضبه وانتقامه على أبناء هذا الشعب المغربي الأمين، فألقى القبض على من قاموا بتحرير وثيقة مطالبة بالاستقلال وتقديمها إلى سلطات الحماية في ذلك الأوان، ورمى بالمواطنين المجاهدين الأحرار في غيارهم.